السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الكور الثاني ديال جينيتيك بوبولاسيون. من بعد ما تعرفنا على لا بوميكسي، تعرفنا على لي زوموغامي، دابا غنتعرفوا على ليكفي ديال لا كونسونغينيتي سور لا بوبولاسيون. لا كونسونغينيتي هي لا كونسيكونس دو كروزمون اونتر انديفيدي ابارونتي، يعني كنقولوا بلي واحد الانديفيدي كونسونغان سيلي ايسيو دو كروزمون اونتر دو انديفيدي ابارونتي. وباش نقولوا بلي دوز انديفيدو سون ابارونتي، سي تادير زون ان او بليزيور انسيتر كومان، يعني لو كروزمون اونتر دوز انديفيدو ابارونتي كيعطيونا ان انديفيدو كي كونسونغان. وباش نقولوا بلي دوز انديفيدو سون ابارونتي، يعني خص يكون عندهم واحد ولا يعني ان او بليزيور انسيتر كومان. انسيتر كومان هو سلف مشترك. قلنا في لابارتي الاولى بلي ملي كنهضروا على لابوميكسي، يعني كنهضروا على لو كروزمون اونت لي انديفيدو كي سو في او ازار. لابوميكسي سي تان باراميتر ديال لا بوبولاسيون كي تيوريك ايديال، ولكن في الواقع ما كايناش اون بوبولاسيون كي هي ايديال، حيت كنلقاو دي كروزمون كي سو فون سولو انفينيتيب ولا انجينيتيب. يعني كنهضروا هنا على لي زوموغامي، هضرنا عليهم في الحلقه الاولى. دابا هاد لا كونسونغينيتي يعني بحال الا خرجنا من لا فوميكسي، من داك لو كروزمون كي سوفي وازا. مزيان، يعني لا كونسونغينيتي اللي ليه ا سيغتان تراديسيون، نفترض عند لي سبيس هيومان كنلقاو زواج ديال الاقارب. دابا غنهضروا على المهم هنا فيه داكشي اللي شرحت لكم ديال ان انديفيدو ابارونتي ou un individu qui est consanguin, il est issu d'un de croisement entre deux individus qui sont apparentés. Deux individus sont dits apparentés lorsqu'ils ont un ou plusieurs ancêtres communs. L'arbre généalogique, la généalogie d'un croisement entre cousins germains, عندنا l'individu M. يعني l'individu M هنا هو لي كونسونغان، car il est issu de croisement entre K et L. K et L sont apparentés. يعني إلا تبعنا دابا لو شومان K، يعني من K زيد واحد لو شومان زيد الفوق من بعد H زيد غنخرجو في C et D. إلا تبعنا عاوتاني L غنخرجو عاوتاني L I من بعد C et D. يعني الانديفيدو M إلي كونسونغان، إلي إيسيو دو كروزمون أونتر دو انديفيدو أبارونتي K et L، K et L كيون دو زونسيتر كومان لي هما C et D. دابا غنهضرو على لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي نوتي F، لو كوفيسيون دو بارونتي. أون أبخي الكوفيسيون دو كونسونغينيتي F، لا بروبابيليتي كان انديفيدو بوسيد أ أن نوتيس deux allèles identiques par descendance. يعني كنلقاو عنده deux allèles qui sont identiques. من بعد غنشرح لكم كيفاش غنلقاو هاد لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي F. يعني عنده deux allèles identiques par descendance وما كاينينش ليميتاسيون. و لو كوفيسيون دو بارونتي نوتي تيتر de deux individus correspond à la probabilité pour qu'un allèle pris au hasard à un locus donné chez un individu soit identique par descendance.
يعني ملي كنهضر على لو كوفيسيون دو كونسانغينيتي كنهضر على لو كوفيسيون دو بارونتي. انا لي بريواجا او ميم لو كيشي دوت انديفيدو لو كوفيسيون دو بارونتي اونتر دي انديفيدو اي دونك ايغال لو كوفيسيون دو كونسانغينيتي دي لور ايفونتيول ديسوندون. دابا كيفاش كنحسبوا لو كوفيسيون دو كونسانغينيتي اللي هو تي تي؟ كيفاش كنحسبوه؟ اصل لو كوفيسيون دو كونسانغينيتي راه محسوب ما بين 0 و 1، يعني الا ما كايناش لا كونسانغينيتي يعني 0، الا كان لا كونسانغينيتي 100% يعني 1. دابا لانديفيدو ا اي بي يعني ا اي بي كيعطيونا سي اي دي، سي اي دي يعني يعني فخيغ اي سور. عندنا هنا كروزمون اونتر فخيغ اي سور، يعني لي فخيغ اي سور ايزون دو انديفيدو ايزون دو زون صفر كوما اللي هما ا اي بي، او هو لانديفيدو كي كونسونغان. باش نحسبو لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي ديال او، خصنا اولا نحسبو لو نوغ دو شومان. يعني نفترض هاد او يقدر غيولي ا الفا ا الفا ا ولا الفا دو الفا دو الا نطلقنا من لونسيتر ا، وكاينين اربعة ديال لي شومان يعني ا سي او دي، ا سي او دي من بعد كنرجعو ل ا. يعني او يقدر غيولي الفا ان الفا ان ولا الفا دو الفا دو بالنسبة لونسيتر ا، يقدر غيولي عاوتاني الفا تلاتة الفا تلاتة ولا الفا اربعة الفا اربعة بالنسبة لونسيتر بي. يعني خصنا نحسبو لو كوفيسيون دو كونسون جينيتي بور لونسيتر ا دو او بور لونسيتر ا. يعني بور لونسيتر ا il y a un seul chemin possible هو ا سي او دي ا avec 4 ايتاب. نقول لكم نرجع سميتو نرجع للكروزمون، يعني ا سي او دي من بعد كنرجع ل ا، يعني غيولي هنا الفا 1 الفا 1. يعني او بوتيت اوتو زيغوت يعني الفا 1 الفا 1 افيك اون بروبابيليتي دو ان دومي على بيسونس 4. علاش قلنا ان دومي هنا؟ حيت لونسيتر ا غيعطيه غير يعني النص ديال لي زاليل ديالو، حيت اصلا عنده الفا 1 الفا 2 يعني غيعطيه غير النص. يعني كنديرو ان دومي بيسونس 4، البيسونس 4 هو لو نومبر ديال لي شومان. عقلوا على هادي، يعني باش نحسبو لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي اولا خصنا نشوفو لي زون سيتر كومان، من بعد كولا اون سيتر كومان خصنا نحسبو ليه لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي ديالو. يعني كنديرو ان دومي على بيسونس ان، ان هو لو نومبر دو شومان، يعني واحد على جوج بيسونس 4 هو واحد على 16. من بعد كاين لو دوزيام شومان الثاني، حيت قلنا غيولي الفا 1 الفا 1 ولا الفا 2 الفا 2. يعني كنديرو ان دومي على بيسونس 4 زائد ان دومي على بيسونس 4. يعني انتي بو ا لا بروبابيليتي اي ان دومي على بيسونس 4 زائد ان دومي على بيسونس 4 اللي هو ان ويتيام، واحد على تمنية. دابا حسبنا بالنسبة لونسيتر ا، بالنسبة لونسيتر بي بنفس الطريقة عاوتاني. بالنسبة لونسيتر بي عاوتاني غنشوفو يعني غنحسبوه بنفس الطريقة، يعني خصنا نحدو أولا لو نوغ دو شومان، ومن بعد خصنا يعني كنديرو غير ان دومي على بيسونس ان. لونسيتر بي راه فيه ألفا تلاتة ألفا ربعة، يعني أو يقدر يولي ألفا تلاتة ألفا تلاتة ولا ألفا ربعة ألفا ربعة. يعني بو لونسيتر بي إليا أن سول شومان بوسيبل بي سي أو دي بي. غنرجع لسميتو لهاديك ليماج الأولى اللي فيها الكروزمون باش تشوفو لو شومان بي سي او دي بي، يعني واحد الشومان اللي كاين يعني شحال؟ واحد جوج تلاتة أربعة، يعني عاوتاني غنديرو أن دومي على بيسونس أربعة يبقى واحد على ستاش. هذا إلا كان ألفا تلاتة ألفا تلاتة، إلا كان عاوتاني ألفا أربعة ألفا أربعة كندير عاوتاني أن دومي على بيسونس أربعة. من بعد كنجمعهم عاوتاني، يعني أن سيزيام بليس أن سيزيام غيعطينا ا ويتيام بنفس الطريقة. يعني لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي بالنسبة لونسيت دو او بالنسبة لونسيت ا هو واحد على تمنية، بالنسبة لونسيت بي هو واحد على تمنية. من بعد كنجمعهم، يعني لو كوفيسيون دو كونسونغينيتي ديال لانديفيدو او باغابور ا لونسيت ا يا ا لونسيت بي، يعني كندير واحد على تمنية زائد واحد على تمنية غتعطينا واحد على أربعة. على
ثلاثينيات زائد واحد، هذا بالنسبة لونسيت أ، هذا بالنسبة لونسيت بي، يعني من بعد كنجمعهم، يعني بوغ لي دو زونسيت أ إي بي كندير واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية اللي هو واحد على أربعة. يعني لي فخيغ إي سوغ لو كوفيسيون دو كونسانغينيتي ديال واحد لو كخوازمون أونتر فخيغ إي سوغ هو واحد على أربعة. D'abord, un chauffe-eau diffus de la consanguinité sur la structure génétique de la population. Il y a un coefficient de consanguinité global de la population, elle a le nombre de la population, ou l'effectif de la population, de la somme de l'IFI. IFI est le coefficient de consanguinité individuel de chaque individu. D'abord, on parle de l'effet de la consanguinité à la population. Conséquence de la consanguinité sur les fréquences génétiques. Avec F, on a un coefficient de corrélation. D'abord, on a un coefficient de consanguinité. On a une étape. F, on a un coefficient de corrélation. Les homogamies, d'abord, F, on a un coefficient de consanguinité. On a une étape réelle et réelle. Il y a une consanguinité. يعني 100% F تساوي واحد، إلا ما كانش لا كونسونغينيتي F تساوي زيرو. دابا شوفوا لي زيتيغوزي قلت لهم دو بي كي عامل لي واحد ناقص F، إلا كان لا كونسونغينيتي في لا بوبيلاسيون 100% يعني F تساوي واحد، يعني لا فريكونس ديال لي زوموزيغوت لي زيتيغوزيغوت كرون تا بتيتا غتعطينا صفر. داكشي علاش لا كونسونغينيتي يعني لا كونسونغينيتي كي الإليمين يعني كتحيد ديك لا بيوديفيرسيتي. داكشي علاش لا كونسونغينيتي قال المهم البيولوجيست بلي لا كونسونغينيتي راه خطيرة في لا بوبيلاسيون. إلا تزادت لا كونسونغينيتي على ما كتكونش لا بيوديفيرسيتي، يعني ما كيكونوش لي زيتيغوزيغوت. وحتى إلا كان واحد لنفترض واحد مرض وراثي، يعني كلشي غيتصاب بداك المرض الوراثي. داكشي علاش كيقولوا بلي زواج العقارب فيه لو ريسك.